مشاهدينا في كل مكان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نشره احوال الطقس ليله وصبيحه الغد نقدمها لكم من قناه البلاد البدايه كالمعتاد تكون بصوره القمر الاصطناعي التي توضح لنا جو صافيه ومستقره على معظم مناطق الوطن مع تشكل سحب عابره على المناطق الشماليه للوطن وحتى على المناطق الجنوبيه الغربيه للصحراء حاله الطقس او عن تفاصيل وضعيه الجو الخاصه بليله اليوم ستكون الاجواء باذن الله من صافيه الى مغشاه جزئيا وذلك بالنسبه ل المناطق الشمالية الشرقية وجميع المرتفعات الداخلية وصولا إلى منطقة الواحد أجواء صافية على المناطق الشمالية الوسطى والغربية للصحراء وحتى على المناطق الشمالية الوسطى والغربية للوطن دائما تبقى الأجواء مستقرة وصافية على أقصى الجنوب مع تشكل بعض السحب الخفيفة على المناطق الجنوبية الشرقية للصحراء درجات الحرارة المرتقبة أو المسجلة لهذه الليلة 11 درجة كحد أدنى بالنسبة لمنطقة البيض 21 درجة بكل من وهران وعنا ب 20 درجه على جزء العاصمه 12 درجه بالباتنه اقول والجلفه 20 درجه مسجله على منطقه الوادي وورقل 16 درجه بغردية 17 درجه على منطقه بشار 27 درجه بيتين 28 درجه على منطقه عين صالح وادرار 29 درجه بيليزي و28 درجه بي اما عن وضعيه الطقس لصبيحه الغد مشاهدينا ستكون الاجواء باذن الله مشمسه وصافيه على المناطق الشماليه الغربيه والشرقيه للوطن وصوي المرتفعات الداخليه الوسطى وحتى منطقة الثورة شمال وسط الصحراء وأقصى الجنوب تشكل سحب كثيفة مصحوبة بأمطار غزيرة على المرتفعات الداخلية الشرقية ستكون الأجواء بإذن الله مغشاة على المناطق الشمالية الوسطى للوطن والمرتفعات الداخلية الغربية وصولا إلى منطقة الواحد درجة الحرارة المرتقبة لصبيحة الغد مشاهدينا سجلنا 26 درجة بكل من الجزائر العاصمة وعنابة 29 درجة على وهران 21 درجة ببتنا 20 درجة على الجزائر. في 17 درجه بالبيت 30 درجه مسجله على الوادي 24 درجه بغرديه 20 درجه سجلناها على منطقه بشار 28 درجه بيتين دو 27 درجه على منطقه عين صالح وأدرار 33 درجه بكل من اليزي وجانت 28 درجه بيتامرس اما عن الملاحه والصيد البحريه البحر سيكون بإذن الله مستقر وهادئ وذلك على جميع شواطئ الوطن وفق رياح مختلفة الاتجاه تصل سرعتها من 5 إلى 10 كيلومتر في الساعة تكون هذه الرياح بإذن الله من شمالية إلى شمالية شرقية كالمعتاد نختم نشرة أحوال الطقس بالمعلومات الفلكية الخاصة بشروق وغروب الشمس بالجزائر العاصمة وضواحيها حيث الشروق سيكون في حدود الساعة السادسة وأربعين وأربعين دقيقة أما الغروب مشاهدينا سيكون على الساعة السادسة وثلاثين وثلاثين دقيقه كانت هذه توقعاتنا لاحوال الطقس لهذه الليله وصبيحه الغد بقيت متابعه طيبه لبرامج قناه البلاد الى اللقاء